أنا قبل كده أنا قلت الكلام ده، قلت للناظر بابا هنا، قلت له الزول إذا خش في بيتك، إذا خش في بيتك هتجيب له ناس ولا تطلبه؟ قال لي أنا حاضر أطلبه. أنت ما بتحمي شرف يا سيد الناظر، إذا بتحمي شرف تماما الآن الناس قاعدة في البيوت، الآن الناس قاعدة في البيوت وعارفين مت الناس اللي بيقعدوا بيسلموا بيمشوا لهم عسكري يلقوا ماشي لأولادهم يقول لهم أنت شنو؟ اختبار فضول وما بعد جلد فوق وشيل فوق هناك وانتم قاعدين قاعدين حديث، لكن وديني ايمانا والذي خلق السماوات والارض لو نحن متنا الحمد لله ما متنا. اداره اهليه الناس الكبار دي يقسم بالله العظيم تتحاسبوا بردها، والله تتحاسبوا بردها، وانتم ده ما بتمثلوا المسيريه والله، والله ما بتمثلوا المسيريه، لان الان انتم اولادكم بيجروا في الحاجات اللي ودرهم قاعدين هنا، ما ادري زي بيقابلنا نحن والله بيجوا بيغادوا وعارفين ان احنا كويس خالص، ديلهم حراميه وقاعدين بيتلبدوا هنا. بشيلوا بحاجات الناس، وامبارح مطلعين شاشات وحاجات الناس، فلذلك يا أهم ففي النهاية أنتم أهم، لابد أن ترجعوا لله سبحانه وتعالى أولا، دنيا رمضان والناس زي بقوا حرامية عديد كده أولادكم ديل لو ما أولادكم، فارجعوا على أولادكم ديل لموهم بالله تعالى لموهم الله يسلمهم، خلوا الناس ترجع لبيوتها وطلعوا ناسكم ديل من البيوت، أنا هنا ما بصلونا والله، كذب كذب والله، لأن ديل ما رجال بدرسوا في 22 وبقولوا انه ما عارف نحن دايرين سياده درمون دايرين القائد ودايرين مين. يا اخي خاف الله سبحانه وتعالى، درمون ده ما في زول بحسره ولا القائد، قائد الفرقه 22 بقولوا زول انساني والله، الفرقه دي لو كان قائده ما قائد انساني كان المجلد بقت في خبركانه، لانها ما بتنفع اصلا ما بتصرف. فلذلك رسالتنا اليكم تعالوا لموا بطايسكم دي اداره اهليه وشيلوا اولادكم دي، كل زول جابوا له جردل جابوا له حله يشيل حاجاته دي الولد جابوا لي دي ما بتنفع، لان ده حق ناس بيشيلوا حاجات النساوين وبيلبس عبايات، والله بيلبس عبايات عديل كده، يعني الواحد بيجي شكل مرأة وربنا قال لا يشبهن الرجال بالشبهات. فلذلك نحن عندنا معاك حساب والله، عندنا معاك حساب تماما انت ولا انا، فانا الله يطيل عليكم لان الدنيا رمضان ونحن عندنا حسابات معاكم حنستفيها ان شاء الله، لأن قطاع السودان الفرقة 22 قطاع معروف لديه إنسان وفيها رجال تماما، وبإذن الله سبحانه وتعالى سأظل متماسكين. نحن دي غمور بالمناسبة دي ما دفاعات طبعا، قال الرجال اللي بيعرفونا عارفين أبطال الفرقة 22 نساء، تحياتنا للقوات المسلحة كل من يرتدي الزي العسكري نقول له الله أكبر أبشر الفرقة 22 والله حظل متماسكة طيلما كنا نحن حيين وقاعدين فيها، ان شاء الله حاجه بتجامها باذن الله، والا دي مغابرنا هنا، وان شاء الله عيد في ايامك يدك دي عيد فيها يا سيد مختار، ان شاء الله القوات المسلحه جايك انا وحتتمسك والله حتتقبض، اهلنا ولاد كامل الناس معروفين بالشجاعه وبالحكمه، ولكن فكوا الكلام ده خلوه للزول ده، وده زول باع البلد وهو قاعد الان وقاعدين في الميرة ده بعد ما حقتك امشي شيل محلك وين وشيل قروشك حاسب ناسك دول وين، الموضوع ده بينتهي ان شاء الله. ولا نطير عليكم احاديث، وابشروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.